جمهورنا يبقى عارف ان احنا هنبقى معاكم في رحله 2005 لحد 2013، ولكن لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكايه؟ ومفيش حكايه بدايتها اجمل من بدايه 2005، لان انا مقتنع ان المسيره العظيمه ترتبط ببدايات عظيمه. 2005 لها معاني يا احمد اكتر من فكره ان البطوله دي بدايه الجيل اللي هو حصد الذهب. فكره البطوله في ان انت جين جوزيه، جين مانويل جوزيه. مانويل جوزيه في 2001 النادي الاهلي توج معاه ببطوله دوري ابطال افريقيا، عملنا السوبر العظيم بعدها، انتكاسه غريبه جدا في 2002 بتتزيل المجموعه. انت 2002 الرجاء، مازيمبي، جان دارك السنغالي، بتيجي في المركز الرابع. 2003 ما بتشاركش في دوري ابطال افريقيا، بيشارك الاسماعيلي والزمالك من مصر. 2004 برضو بتستمر في ان انت بتبعد جدا وشخصيتك بتبعد جدا بعد ما كنت بطل في 2001، والنادي الاهلي بيخرج من الهلال السوداني 1-0 في مصر. انت بتتكلم في فريق فلسفته وثقافته بعد ما كان على عرش التتويج بتتراجع، الى ان جاءت 2005. البدايات بتاعه 2005 كانت عظيمه، من اول مباراه فيلا الاوغندي 6-0 اللي ابو تريكه صنع فيها اول اهداف البطوله سجلها عماد متعب. جينا بعد كده مباراه دور ال 16 اتحاد العاصمه في الجزائر، المباراه دي شخصيه يعني انا بعتقد ان من اهم المباريات تاثيرا في شخصيه النادي الاهلي في الالفيه الحديثه هي مباراه اتحاد العاصمه. بركات بيسجل جون في الدقيقه 5 في الجزائر، وبتحط نفسك تحت ضغوط لبقيه المباراه كلها، وبتقدر تصمد على ملعب ترتان. كان بركات اصلا مهدد بفكره انه ما يقدرش يلعب نتيجه ملعب الترتان، وكان في نصائح طبيه انه ما يشاركش، وبتسجل في الجزائر. انت وصلت لمرحله ما كنتش قادر تلعب الضربات الركنيه من هجوم وضغط الجمهور، ومع ذلك بتقدر ترجع بفوز ثمين جدا في دور ال 16. في رايي ان بدايه فكره الانتصار خارج الارض اللي انت بنيت عليها، وهنستعرض ده وهنشوفه في مباراة العودة، بتفاجأ بهدف لحسين عشو، ده هدف محمد بركات، هدف رائع في بداية المباراة. ولكن كانت الفكرة في العودة الصدمة، حسين عشو بيسجل فيك في البداية، واللحظة بيجي في خيالك فكرة ان انت كسبت 1-0 هناك، النتيجة بقت 1-1 هنا. ولكن النادي الأهلي بعقليته مع مانويل جوزيه تحديدا اللي بيبنيها وبتتكون على مدار البطولة، بيجي كابتن عماد النحاس بيسجل في نهاية الشوط الأول هدف التعادل، وبعد كده بيسجل النادي الأهلي هدف تاني، وتنتهي المباراة 2-2 وتنتقل لدور المجموعات. الجميل يا أحمد في دور المجموعات إن هو كان مقارب لفكرة 2002 عز الإخفاق بتاعك اللي كان معاك. بس عندك مباراة الاتحاد العاصمة دي في واقعة شهيرة جدا اللي هي خطأ كابتن عصام الحضري اللي تناول بعد كده أو وصل بعد كده لغرفة الملابس، وحصل بعض الأشياء في غرفة الملابس كان لها تأثيرات في قرارات جوزيه. بالظبط، وده مهم. ما هي دي، أنت بتبني الشخصية على كل المستويات. ولكن أنا بشوف في مفارقات قدرية وأنا بتستوقفني الحقيقة الحاجات دي في مجموعة الأهلي اللي كان فيها الأهلي والرجاء وانيمبا واياكس كيب تاون، ومجموعه 2002 اللي قلنا ان كان فيها جان دارك وفيها مازيمبي وكان فيها النادي الاهلي. وبنتكلم ان المره دي النادي الاهلي عمل ايه في 2005. مباريات خارج الارض بتتعادل مع اياكس كيب تاون وبتتعادل مع الرجاء، وبتفوز على انيمبا بطل نسختين 2003 و2004، واللي كان تقريبا فوق السنتين ما بيخسرش اكتر من 40 مباراه ما بيخسرش على ملعبه، وتحول انيمبا لعقده في افريقيا. ولكن ياتي النادي الاهلي بفلسفته الجديده اللي بيستمدها من شخصيته، ولكن مع شخص قادر جدا يزرع الفلسفه دي، وفي الثلاث مباريات الخارجيه بتكسب انيمبا اللي كان الفوز عليه شبه مستحيل في الوقت ده، وبتتعادل في مباراتين. وفي العوده الثلاث فرق بلغه الكوره بتفرمهم، وبتحقق 9 نقط من 9 نقط، بتحقق العلامه الكامله في مباريات اللي على ارضك، بتحقق 14 نقطه. كل ده تكوين لشخصيه البطل. المفارقه بين 2002 و2005 على بعد سنه واحده في 2002 من 2001 مع مانويل جوزيه، بتاكد ان فكره اللاعبين مش مجرد ادوات، اللاعبين محتاجين مدرب يوظفهم. هنيجي بعد كده ل نصف النهائي كان مع نادي الزمالك، واللي بداية حظ نادي الزمالك العسر
انه هو بدا يواجه النادي الاهلي في الفترات دي اللي حقق من خلالها نتائج سيئه جدا نادي الزمالك. النادي الاهلي بيفوز على الزمالك 2-1 في الذهاب، في الذهاب وفي مباراه والمباراه الثانيه 2-0، ولكن نادي الزمالك بيدي مكافئات للاعبي الزمالك اجاده ان هم خسروا قدام النادي الاهلي 2-1. كيف للنادي الاهلي ان وصل بدرجه التفوق الفني والشخصي وكل حاجه ان فريقك منافسك التقليدي يشوف ان مش اهانه ليه ان هو بيدي اللاعبين مكافاه في ان هم حققوا نتيجه خساره 2-1 بس، ودي مفارقه تكاد تكون غير مسبوقه، وانا للامانه ما سمعتش عنها في اي نادي في اي ديربي في العالم. انا عايز اقول لك حاجه، كان الماتش الاخير للزمالك في مجموعته مع النجم الساحلي واعتقد اتهزم 3-1، طلع تصريح يقول لك الزمالك راح للاهلي برجليه. بالظبط، وانا اللي بتكلم فيه شخصيه، انت حتى لما النادي الاهلي بيبقى عنده اخفاق انت بتبني في الشخصيه وبتقدر تخرج منها، انما انت بترسخ فكره تفوق النادي الاهلي بانك بتمنح مكافاه اجاده للاعبيك ان هم خسروا 2-1 بس. عايز اتكلم عن بطوله بركات، في رايي ان كابتن محمد بركات قدم الاداء الفردي ليه، اكيد الاداء الجماعي ولكن بتكلم على مستوى الفردي، دي افضل بطوله ليه على مدار تاريخه في رايي بلا جدال. كابتن محمد بركات عامل حاسم جدا في ماتشين الزمالك، بيسجل 3 أهداف، ماتش اتحاد العاصمه كان هو من اول الناس اللي زرعت نبته تفوق النادي الاهلي خارج الارض اللي استثمرناه في 2006 بعد كده، ولكن كمان في المباراه النهائيه 3-0 النجم الساحلي كابتن محمد بركات بيسجل الهدف الثالث، هدف عالمي بعد هدف كابتن محمد ابو تريكه، والهدف ده هدف ده هدف تريكه الهدف الاول لكابتن محمد ابو تريكه 27 تقريبا، كان طبعا هدف جميل، هدف فيه مهاره. اهداف النادي الاهلي في البطوله دي كلها يا احمد تستطيع ان ترى ان النادي الاهلي بيعمل ملحمه، زي ما بقول لك انت بتكتب بدايه سيناريو بطوله هو يليق بفكره اللي انت ناوي عليه السنين الجايه، وكان الجزء الاول من حاجه انت محتاج تشوف الاجزاء المتتاليه ليها. وكمان الهدف الثاني اللي سجله كابتن اسامه حسني من عرضيه كابتن محمد عبد الوهاب رحمه الله كان له دور عظيم برضه، وبنتكلم في هدف بركات ده الهدف الثالث، وانا في رايي ان بركات زي ما قلت قدم اداء استثنائي. كابتن محمد ابو تريكه وكابتن بركات في البطوله دي كان كابتن ماجد وياسين وكانهم شخصيات اسطوريه. بنتكلم كابتن محمد بركات في السنه دي فاز بجائزه البي بي سي لافضل لاعب في افريقيا وافضل لاعب في افريقيا من الكاف وفي فريق العام. النادي الاهلي سجل 23 هدف في البطوله، استقبل 5 أهداف، هداف النادي الاهلي في البطوله كان كابتن محمد بركات ب6 أهداف يليه كابتن عماد متعب ب7 أهداف يليه كابتن عماد متعب ب6 أهداف، شباك نظيفة 10 مباريات من 14، وده كان أفضل سجل دفاعي للنادي الأهلي 5 أهداف اللي استقبلهم بس، 14 مباراة 9 فوز 5 تعادل بلا هزيمة، وده يا أحمد ساعد في سلسلة النادي الأهلي اللي حققها في الفترة دي، عدد المباريات التي لم يخسر فيها النادي الأهلي اللي انكسرت في كأس العالم للأندية. والمفارقة إن كان في رأيي ال 14 مباراة بتوع أفريقيا دول كان من أهم أسباب إن أنت تحافظ على سجلك بلا هزيمه، ذكريات مهمه جدا 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 مهدت بعد ما جوزيه بدا يعمل الخلطه بتاعته ان احنا ننتقل ل 2006. اكيد بطوله 2006 بطوله ملحميه بمعنى الكلمه، بالفعل ملحمه منذ بدء البطوله حتى اخر لحظات في البطوله. لو حبينا نلقي الضوء على البطوله دي هنلاقي في رموز كبيرة جدا نقدر نتكلم عنها، نقدر نتكلم عن كابتن محمد أبو تريكة وهدف في ذاكرة كل أهلاوي وربما الهدف الأهم أو اللي بيحمل ذكريات مع كل مشجعي النادي الأهلي وهو الهدف الختامي واللي حقق بيه البطولة، كمان بطولة كان عليها أو فيها لمسة حزن للرحيل الكابتن محمد عبد الوهاب، الكابتن محمد عبد الوهاب اللي كان عنده بعض مشاكل في إجراءات القيد، إجراءات القيد اللي منعته ان هو يلعب مباراه الصفاقسي التونسي الاولانيه اللي هي كان في دور المجموعات خارج الملعب، وكان له تصريح شهير جدا مع كابتن احمد شوبير، انا نفسي العب مباراه الصفاقس، لا لحق مباراه الذهاب ولا لحق مباراه العوده، كان نفسه يلعب لان النادي الاهلي قال كده عمري ما الاهلي خلف معايا وعد عشان انا اخلف مع النادي الاهلي وعدي، كان محمد عبد الوهاب نفسه يلعب عشان الاهلي يفوز، توفاه الله لكن حلمه انتقل لكل لاعبي وجهاز الفني النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. كان الهتاف الشهير لعبوا يا شباب بطوله عبد الوهاب كان حاله عاملها الراحل محمد عبد الوهاب، والجميع تمسك بحلم
محمد عبد الوهاب، برغم فرقة الكابتن محمد عبد الوهاب الحياة، لكن كان في نقاط في المباراة دي أهمها هدف أدي زي ما احنا شايفين ده هدف تريكا في مباراة الصفاقس في دور المجموعات، الهدف اللي كان على كان تاريخ 9 سبتمبر تقريبا، وكان رحيل الكابتن محمد عبد الوهاب تقريبا فات عليه 9 أيام. مباراة شهدت فرحة فوز وشهدت لمسة حزن ودموع من كل جماهير النادي الأهلي، هي دموع وفاء للاعب أخلص طول فترة تواجده في النادي الأهلي، وكان يستحق بالفعل أن يتم نزع رقم 3 من فريق النادي الأهلي لمدة من السنوات يا فارس، تكريما للكابتن محمد عبد الوهاب. بطولة كانت أبرزها محمد عبد الوهاب وختمها تريكا، لكن كان عندنا مباراة أنا بسمي كل بطولة في مباراة اللي هي مفتاح الفوز، مباراة عنق زجاجة، بنلعب مع الصفاقس التونسي في تونس، بنخسر هدف وبنيجي هنا نلاعب شبيبة القبائل وعندنا كم إصابات غير طبيعي، كل نجوم الفريق تقريبا مش موجودين، عماد النحاس، فيلافيو، عماد متعب، أبو تريكا، محمد بركات، عشان تشهد مباراة ربما هي الأروع في تاريخ أحمد صديق القروي، مباراة مش ممكن يا فارس يشيلها من ذاكرته. بنتكلم ان توظيفه كمان جوزيه عبقري وظبطه حتى توظيفه في المباريات مكان تريكا وقبل بلاء الحسن وكابتن اسامه حسني من المباريات الجميله جدا، سجل هدف وتسبب في الهدف الثاني، ودي المباراه من وجهه نظر الايقونه لاحمد صديق. بالفعل كانت مباراه صعبه جدا، لاننا في حاله اي نتيجه غير الفوز كنا رايحين نلعب كوتوكو بره، وكان في مشاكل كبيره جدا كانت هتفقدنا فكره المنافسه على المجموعه، لكن قدرنا نحقق الفوز وطلعنا لعبنا كتوكو بره 0-0، ورجعنا لعبنا كتوكو في القاهره عشان يحمل 4 أهداف في 18 دقيقه ويبدا مولد فيلافيو. فيلافيو قعد موسم كامل مع النادي الاهلي، سجل هدف براسه من الخلف في مباراه المحله، لما بدا مع بترول اسيوط بدات الناس تقول ربما محلي، فعايزين الاختبار الحقيقي المحك اللي هو الافريقي. طب بص بقى المعاناه يا احمد في النقطه دي، انت فكرتني بفيلافيو في حاجه يعني احنا حتى ما اتكلمناش فيها، فكرة مباراة توسكر 3-0 هنا، سجل كابتن أسامة حسني هدف رائع جدا. أنا فاكر تعليق كابتن مدحت شلبي، عارف كابتن مدحت شلبي قال المنتخب الأنجولي هيطلبك إمتى؟ وقال حاجة تانية كمان، قال أول هي دي الأهداف مش فيلافيو، 14 مباراة يا راجل ما شفناش هدف. أنت شايف الراجل ده كان بيتعرض لضغوط عاملة إزاي؟ شفت أنت بتتكلم في لحظة خرج منها إزاي؟ بالظبط. بص الاعلام كان بيعمل معاك ايه في لاعب انهى البطوله عنده 3 أهداف متساويه مع كابتن اسامه حسني اللي كان ليه دور رائع، ولكن شوف انت قدرت تستثمر ازاي في لافيو في اللحظه دي. انت فكرتني بالظبط، هو كان عنده موقف في بطوله 2005 كان في ركله جزاء قدام الزمالك، واول ما نزل واهدرها كانت هي دي اللي عملت كان القلق، كان بيزيل اختيارات غريبه برضه، لكن اصراره عليه وبعض الناس بدا بتفكر بقى ان كل ما تصر على مهاجم هيبقى فيلافيو، اعتقد فيلافيو حاله مختلفه تماما، حاله تبلورت في بطوله 2006 وتحديدا مباراه النهائي، اعتقد روح فيلافيو كانت روح غير طبيعيه. المهم صعدنا من دور المجموعات الحمد لله، لعبنا اسك وكانت مباراه هنا 2-0، ورحنا هناك مباراه صعبه جدا 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 وقاسيه جدا على لاعبي النادي الاهلي، لدرجه ان كابتن اسلام شاطر وقع في الملعب مش قادر ياخد نفسه، بنلعب في رطوبه عاليه جدا ودرجه حراره عاليه جدا، لكن برده كان فيلافيو كلمه السر وقدرنا انهزمنا 2-1، لكن بالظبط رجعنا بالصعود عشان نروح لمباراه من بدايتها لنهايتها فيلم دراماتيكي بحت في تاريخ النادي الاهلي، بتبدا والنادي الاهلي في التوب في الدوري المحلي، لا قبل المباراه دي مباراه الذهاب وبتتعادل في القاهره 1-1 بعد ما كنت متقدم 1-0. في الوقت ده ما كانش لسه فكره ان انت ممكن تتعادل 1-1 في ملعبك في نهائي تطلع تحقق البطوله، كان الجميع بيشير لفكره ان البطوله بيتم تحقيقها دايما بنتيجه ايجابيه على ملعبك، انت حققت نتيجه سلبيه تماما بالتعادل 1-1، ولكن يبتدي الدرس الاول بعد نهايه المباراه من مستر مانويل جوزيه، يقتحم الغرفه ملابس الصفاقس يا فارس ويقول لهم انتوا بتحتفلوا هنا، ويعلي صوته عشان يتعمد يسمع اللاعبين بتوع النادي الاهلي انتوا بتحتفلوا في ملعبنا، البطوله لسه ما انتهتش، هنروح نحتفل في ملعبكم. الغريب ان لعيبه الصفاقس التونسي من شده ثقه الراجل في نفسه التزموا الصمت، قالوا في ايه، هزهم الموقف، لكن طبعا انتقلوا بعد كده لتونس عملوا احتفالات على اساس مباراه العوده، هزهم ولكن لم يهز جمهورهم اللي كان ليه دخله شهيره وقلبه بسببها اكيد، لا الاعلام التونسي احتفل قبلها، لكن انا عايز اتكلم بقى في الفتره اللي كانت مباراه الذهاب ومباراه العوده وجماهير الانديه المصريه اللي كانت
ضد النادي الاهلي قلبا وقالبا، شفنا مواقف كتير، شفنا تيشيرتات نادي الصفاقسي في مدرجات كتير جدا، مدرجات نادي الزمالك، مدرجات نادي الاسماعيلي، مدرجات النادي المصري، شفنا لافتات مش حابين نتكلم عليها، شفنا تعقيب من كابتن عماد متعب ان هو حاسس ان جماهير مصر مش وراه، ان جماهير النادي الاهلي اللي وراه سفر اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الاداره كامل يا فارس متعادلين واحد واحد، ومجلس الاداره بيصر ان هو على غير العاده يسافر دعما للفريق، ثقه للعيبه، ثقه في تحقيق فوز صعب جدا في بطوله دراماتيكيه تماما. وبالفعل تعالوا نشوفوا بس كلام الكابتن محمد سيف عن سفر مجلس اداره النادي الاهلي مع النادي الاهلي في البطوله، في نهائي البطوله دي بره الملعب. المره دي شعور غريب جدا، مش غريب يعني عليهم ان هم يبقوا عايزين يكسبوا، لا، لكن ما كنتش متوقع منهم حتى على مستوى الاداره لاول مره برضو تشوف مجلس اداره متكامل، وخصوصا في النادي الاهلي ما حصلتش. يمكن مجالس انديه اخرى في ناس بتحب تسافر عشان هي بتحب تسافر او يبقوا راكبين الموجه في الاهلي، لا، ممكن الرئيس بعثه خلاص وانتهت، وواحد او اثنين يسافر على حسابه الشخصي، لكن كل شبه مجلس كامل من اول رئيس النادي، النائب رئيس النادي، الامين الصندوق، لكل اعضاء مسافرين، لا تحس ان الرغبه اكتر والشعور عام اكتر والثقه اكتر، لان انا برضو مش هسافر بالكميه دي كلها الا اذا كنت واثق من اللعيبه بتاعتي. بالظبط، كانت الثقه في محلها، ولاعيبه النادي الاهلي كانوا رجاله. مانويل جوزيه اللي حط طريقه اللعب في غرفه الملابس مع اللاعبين، خد بالك هنلعب بثلاثه في نص الملعب، عماد متعب خليك جاهز، هتنزل في نهايه الشوط الاول عشان نلعب باثنين مدافعين، صديق او شادي واحد منكم هيفارق الملعب في الدقيقه 70 عشان هنزل لاعب وائل شيتوس. مستعد يا وائل، محتاجين منك مباراه العمر. بالفعل كل لاعبي النادي الاهلي في المباراه دي كانوا على قدر الحدث، كانوا على قدر المسؤوليه، حتى الجهاز الفني، حتى حسام عاشور كان له تصويبه مهمه جدا في الوقت اللي كان حسام عاشور دايما بيعتمد على فكره قطع الكرات، لا كان بيزيد فلافيو بروح واصرار غير طبيعي في الكوره اللي جت في العارضه. كل اللعيبه لدرجه ان جماهير النادي الاهلي وصلت لمرحله فارس قبل انتهاء المباراه ان انت بقى عندك شعور برغم الامل في انك تحقق البطوله، لكن لو خسرت لا قدر البطوله انت اللعيبه عملت اللي عليها وادت بمنتهى الرجوله. والله ما فقدت الامل ابدا، وكنت واثق في اللحظه دي ان احنا هنكسب رغم ان احنا كنا في الدقائق الاخيره، ولكن اللي انا شفته في الملعب ده ما اعرفش، مستحيل السيناريو اللي حصل في الملعب، ومستحيل الروح دي، ومستحيل في الاخر ما تخرجش بالبطوله. في لحظات التاريخ كتب فيها ان هي هتظهر بالشكل ده بالتاكيد، وعشان التاريخ كان كابتن محمد ابو تريك كان لازم يكون هو اخر لمسه في البطوله، لان ده كان اختيار جماهير الصفاقسي التونسي لما جابوا الفرعون المصري رقم 22 راقع بيسلم كاس البطوله لكابتن نادي الصفاقسي اللي هو بالمناسبه انيس بوجلبان اللي بعد كده بقى لاعب في النادي الاهلي، عشان كابتن حسام البدري يروح لابو تريك يقول له انت اللي هتسكتهم النهارده. وبالفعل يطلق ابو تريكه رصاصة الرحمة على فريق صفاقسي وبالفعل سكتهم كرد إلهي على لو حد فرعون هيرقع ما يكونش فرعون يرتدي شيرت النادي الأهلي. لا، هو ما فيش فرعون بيرقع، ولكن أنا عايز أقول حاجة، ده مفارقة غريبة في حاجة، من أين أتت لهم الثقة في فكرة إنك تعمل لأبو تريكة دخلة زي دي؟ يعني لاعب، أنا هقول لك على حاجة غريبة جدا، قبل مباراة الصفاقسي في النهائي اللي كانت هنا كان أهلي بيلعب المحلة، وابو تريكه سجل فاول صعب جدا 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 لدرجه ان حارس المحله كان بيتكلم في فكره يعني الفاول ده استثنائي ما حدش يسالني عليه، بس حد يعرف يسجل زيه تاني، يعني هو عايز يقول ان كان فيها جزء من المصفى. وسجل ابو تريكه في الصفاقسي من ضربه ثابته في المباراه اللي هنا، ولا وهناك وعلى الطاير وبشماله في وهناك بقى في كتب ملحمه، يعني ان انت تراهن على لاعب مسجل فيك، وبرده في الادوار في دور المجموعات كان مسجل في الصفاقسي، فمن اين اتت لك الجراه؟ ما كانوش يعرفوا ابو تريكه كويس، وما كانوش يعرفوا النادي الاهلي كويس، لان بالفعل فريق الصفاقسي التونسي كان وقتها بيحتفل في الاعلام التونسي قبلها بيوم، وفي المباراه بعد ما بدا ضغط النادي الاهلي بعد دقيقه 70 ولجأوا بالفعل للدعاء، لان كان طوفان النادي الاهلي كان يأبى ان يخرج من الملعب من رادس الا والبطوله متحققه. وكان في تصريح شهير جدا لابو تريكه قال لك يعني انا جبت الجول وطالع فرحان، الاقي كابتن حسام بدري بيقول له حاول تقف في نص الملعب وتحتفظ بالكره، ومستر مانويل جوزيه يجيب وائل رياض شيتوس الناحيه اليمين دي، وكان في كريم نفطي حاول تقفل عليه، يعني في عز الفرحه في الدقيقه 93 الجهاز الفني مشغول بفكره لازم نحافظ. الجهاز الفني عقليته غريبه، يعني تعامل نفسي صعب تشوفه في اي نادي. جوزيه كان لابس زي
بخلاف كل الشكل اللي طبيعه لبس جوزيه قبل كده. جوزيه كان رايح يحتفل، جوزيه واخد اللاعبين ومقرر ان هو هيكسب، اكاد اجزم ان هو زرع في عقل كل لاعب ان احنا مش راجعين من هو كان له تصريح تناولته للمواقع وقتها قال اذا يعني نفوز كابطال اذا هزمنا لازم نكون كابطال، لكن هو عمل موقف طبعا قبل المباراه اللي هو نزل اللاعبين كلهم قبل المباراه بثلث ساعه تقريبا وقبل فتره الاحماء ولفوا في الملعب، كان عنده حاجه مختلفه لفوا في الملعب عشان يمتصوا غضب الجماهير وما يبقاش اول غضب ليك اللي هي فتره الاحماء او اول وقت في المباراه، وقسم المباراه بسيناريو رائع ولا افضل مؤلف، وبالفعل كانت النهايه دراماتيكيه ونهايه سعيده جدا للنادي الاهلي اللي تحولت بعد كده استكملت في كاس العالم للانديه وقدرنا نحقق البرونزيه، وكان ابو تريكه برضو حديث السنه وقدر ابو تريكه يكون هداف البطوله دي، وتم حرمان ابو تريكه من جائزه ثالث افضل لاعب في البطوله بعد هزيمه برشلونه، وتم منح الجائزه لرونالدينو، وروح ابو تريكه الخفيفه قال لك ده انا لو ادوني الجائزه ورونالدينو ما خدهاش انا هدي الجائزه لرونالدينو. تعليق كان بالنسبه لي يعني في الفتره دي من الحاجات اللي بتكون، انت بيبقى عندك ابطال بتحب تكون فكرتك عنهم، كان في اللحظه دي تعليق ابو تريكه بالنسبه لي الشخص ده لا يدعي، الشخص ده فعلا صادق، الشخص ده مؤمن بموهبته. على فكره التصريح ده فيه جزء كبير جدا من الايمان بالموهبه أكيد. برضه والقناعه بالذات والقدرات، وفعلا ابو تريكه كان لاعب عظيم، والانتقال بتاع 2006 في النهايه بتاعت المباراه دي بروزت البطولة كلها يا أحمد، لأن أنا زي ما قلت أنا عندي وجهة نظر هي مش بأفضل البطولات فنيا زي 2005 لكن ملحمية بالظبط. لا وأبو تريكة تحديدا أنا من وجهة نظري الشخصية أنه ظلم تماما في حرمانه من أفضل لاعب في أفريقيا في السنة دي، محقق بطولة أفريقيا على مستوى القارة خارجيا، القارة خارجيا محليا بالظبط أخذ محليا أخذها، لكن أنا بتكلم داخل أنا بتكلم خارجيا يعني لانه خد ام افريقيا 2006 مع المنتخب، خد الدوري المحلي، خد كاس المحلي، خد السوبر، خد دوري ابطال افريقيا، ثالث العالم، محتاجين ايه تاني عشان تمنحوا لاعب افضل لاعب؟ ابو تريكا 31 هدف في السنه دي في مختلف البطولات، 31 هدف وده رقم كبير جدا. ده برده ممكن نستعرض الاهداف بقى بمناسبه ابو تريكا، لان هو في 2006 كان هداف البطوله برصيد 8 اهداف، وكان بعده امادو فلافيو، عماد متعب بخمس اهداف، الاهلي سجل في البطوله دي 24 هدف واستقبل 7 اهداف، كانت اكبر فوز طبعا 4-0 وكان امام اشانتي كوتوكو زي ما قلنا، عندنا 9 مباريات من اصل 14 شباك نظيفه، 14 مباراه لعبت 8 فوز 4 تعادل 2 هزيمه، كانت امام الصفاقسي 0-1 في المجموعات وامام اسك في الدور قبل النهائي، اعتقد بطوله ملحميه كبيره جدا توجت من جماهير للاعبين لجهاز فني لمجلس اداره. تعالوا نشوفوا تصريح الكابتن محمود الخطيب ونرجع تاني. شنو الاشياء اللي خدمت ان الاهلي المصري اليوم باش فاز في النهايه؟ الثقه في النفس، الخبره، الاصرار، التعامل مع المباراه باحترافيه، لان المباراه بدايتها من بدايتها لنهايتها لو انت لاحظت في عيد الشريط الثاني هتلاقي الاهلي اكثر اصرار، اكثر عزيمه، اكثر تكتيكيا في الملعب، واقفين صح، عندهم امل في الفوز في اي لحظه. اعتقد ان دوت اداهم ملكه المباراه وملكه 90 دقيقه. اللي النادي الصفاقسي لعب بحذر كبير، انا شايف كده ان هم لعبوا هنا بحذر اكتر من لعبوه في مصر، وهنا يمكن هم يفكروا واللعيبه هي في الملعب بتفكر في 0-0، بتفكر في الدرون 0-0. بطالب اننا في النادي الاهلي نخلد البطوله دي بفيلم وثائقي لكل من شارك وساهم في البطوله دي يكون في مكتبه النادي الاهلي، لان بالفعل من اغلى البطولات اللي اتحققت في تاريخ دوري ابطال افريقيا للنادي الاهلي، كل حاجه كانت منظمه، كل حاجه كانت بتسعى لهدف برغم الصعوبات. اعتقد كمان مجلس الاداره كان له تصريح مهم جدا بعد الفوز وبعد ما خدنا البطوله والناس بناخد صوره جماعيه للجهاز الفني باللاعبين وبيدعو مجلس الاداره يقف مع اللاعبين، بيرفض مجلس الاداره برئاسه الكابتن حسن حمدي التقاط اي صوره مع اللاعبين، لان كانوا بيقولوا اللي تعب واللي نجح واللي قدر يحقق البطوله واللي المفروض ياخد اللقطه هم لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني، في طريقه يا فارس لفكره انكار الذات برغم الجهود الكبيره جدا اللي بذلها مجلس الاداره مع النادي. وانكار ذات ومؤسسيه وحاجتين كمان، احتفالات مجلس الاداره وتحديدا يعني في المدرجات كان لها كواليس، يعني هم اول مره كان يبقى في كواليس احتفال محمود الخطيب اول مره يعني الاحتفال كان صعب جدا بدرجه الاحتفال والمشاعر اللي فيه، ولكن لما جت اللحظه اللي امام الكاميرات طواروا وسابوا كل حد ياخد اللقطه وياخد مجهوده، وهم مجهودهم في التاريخ محفوظ،
وهي دي الفكره. محدش خد كاس وجري بيه تجاه الجمهور، محدش حاول يوصل او قال احنا اللي جبنا البطوله. تاريخهم بيتكلم عنهم مش لقطات، لان هم اكبر بكتير جدا من ان هم ياخدوا لقطه. اكيد يا فارس، عايز اقول لك ان كان في فنان زملكاوي ورحمه الله عليه، الفنان الزملكاوي شهير سامي العدل، كان موجود في المدرج في الوقت ده في تونس، وكان جنب الكابتن محمود الخطيب في احتفاله بالهدف. والحقيقه هو برغم ان الزملكاوي احتفل مع مجلس اداره النادي الاهلي، اعتقد كان في فيلم هناك او حاجه زي كده وتواجده، فطبعا بصفتهم مصريين حضروا البطوله دي، فبطوله ملحميه من جميع الاتجاهات. عشان بس اتكلمنا على مستوى جماهير الزمالك اللي كانت شالت تيشيرت الصفاقسي التونسي، اعتقد في جانب كبير ايضا من نادي الزمالك كان بيدعم النادي الاهلي في مشواره الافريقي. ننتقل يا فارس لبطوله اخرى وملحمه اخرى، وهي بطوله دوري ابطال افريقيا 2008. دوري ابطال افريقيا 2008، وزي ما بنوثق اللحظات السعيدة وزي ما بنكلمكم عن فعلا الجنود اللي كان لها دور في البطولة 2008، احنا كمان هنقول سلبيات، بمعنى ان 2008 كان لها ارتباط وثيق بهروب، وانا قاصد المصطلح كابتن عصام الحضري وكابتن امير عبد الحميد دوره في البطولة والمسيرة بتاعت البطولة للأهلي، كانت بترسخ فكرة كبيرة قوي، وهي أن النادي الأهلي لن يقف على لاعب. اللي بيسيب النادي الأهلي هو اللي بيخسر، وبيخسر كتير قوي. اللي بيكمل وبيحظى بالبطولة هو اللي هياخد اللقطة، هو اللي هيحس بالانتصار. وكان الملحمة بتاعت النادي الأهلي فيها أن هي إثبات فكرة أن النادي الأهلي لا يقف على أحد. وكمان يحمد على الجانب الآخر في لافيو، أنا شايف أن البطولة دي طبعا بدأناها بالدور التمهيدي، كان الفوز على التحرير الإريتري 6-0 بنتيجة اللقاءين، وبلاتينيوم بدأت بصمة في لافيو في تسجيل هدف. بعد كده المباراة اللي احنا لعبنا فيها طبعا في دور المجموعات، كان النادي الأهلي مشواره محدد أهدافه فيه، كان بينتقل النادي الأهلي لمصير متعلق بنادي الزمالك، اللي وكأن نادي الزمالك قدروا ان هو في الفتره دي يبقى موجود مع النادي الاهلي في عنفوانه اللي كان. انا شايف ان الفتره دي رسخت، احمد، مش فكره انتصارات على ورق نتيجه 2-2 او 2-1، لا لا، هي رسخت فكره ان الجاب واسع قوي ومحدش يقدر ينكر ده. يعني نعم. انت في تاني بطوله انت البوابه بالنسبه لي، تزيل المجموعه نادي الزمالك، وانت بتتكلم في مباراه 2-2 كان في لافيو وتريكا وسجل في لافيو هدف، ومباراه 2-1 اللي سجل فيها كابتن احمد حسن وفي لافيو برضه في لافيو سجل في المباراتين مع بلاتينيوم. ده انا عايز اقول لك مباراه 2-1 دي كان في فاصل زمني بينها ومباراه السوبر المحلي لو تتذكر اسبوع واحد، قدرنا نكسب الزمالك في اسبوع واحد مرتين، كان الوضع مره 2-1 ومره 2-0، وكان الاصعب كمان ان الجول التاني سجله معتز اينو. كان ده انا والله بالصدفه افتكرته واحنا بنتكلم كده، الراجل بتاع المكوى اللي كان في التقرير اللي كان قاعد الفتره دي كلها مش شغال. اكيد الاسبوع ده كان قافل. هنيجي بعد كده انت بتتكلم في لافيو دوره كان مهم جدا. بعد كده النادي الاهلي قدر في البطوله دي يصنع الفارق في النهائي. انا شايف ان مباراه القاهره هنا القطن الكاميروني، القطن الكاميروني 2 كان يا احمد من المباريات انا شايف النتيجه كانت تخرج اكبر بكتير جدا، ولكن انا في لقطتين عندي، لقطه كابتن وائل جمعه والاصرار، الجرينتا بقى بجد يا جماعه، اللي مش بالكلام بس. كابتن وائل جمعه دخل في الكوره دي، انت تتخيل ان هو لو كابتن احمد حسن في سكته او اي حاجه، حتى انت اعتقد للحظه ان كابتن احمد حسن هو اللي سجل الهدف. كابتن وائل جمعه داخل، لو انا جبت كابتن احمد حسن في الجون ما عنديش مشكله، انا هسجل. وكان من البطولات اللي كابتن وائل جمعه في لافيو الهدف الثاني ليه يا احمد، انا بالنسبه لي ده اروع هدف بالراس شاهدته في حياتي دون مبالغه. في هدف لفان باستن شهير بالراس، انا شايفه من الاهداف العظيمه. لو دروب كان ليه اهداف كتير بالراس عظيمه، ديدييه دروكبا، ولكن انا شايف ان الهدف ده لفلافيو بالراس كان ننتقل لهدف ظهره تماما لحارس ده هدف كابتن وائل، ده كابتن وائل. احنا جبنا هدفين في اول 14 دقيقه، والاثنين كانوا من ضربات ثابته تقريبا، يمكن الكره الثانيه اللي هي لعبها الكابتن احمد حسن عموديه على المرمى وفلافيو ظهره للمرمى. انا عايز هدف فلافيو، مش عارف معناه ولا لا، فلافيو سجل الكره ووشه للمرمى بتاع النادي الاهلي،
وانا بالنسبه لي ده الماستر سيم بتاع فلافيو كلاعب عنده ملكه. رومان بيلي قال لك راسه على رومان بيلي. مش طبيعي كابتن محمود بكر رحمه الله كان محتار في فلافيو والله. والله كان محتار في فلافيو وبيسجل ازاي ومنين. المباراه هناك كانت ظروفها صعبه جدا واحنا كنا مضغوطين في المباراه جدا بتاعه القطن هناك 2-2، ولكن النادي الاهلي في الاجواء دي انا شايف كابتن وائل جمعه برده كان له دور عظيم دفاعيا في المباراه. والحقيقه هدف احمد حسن، هدف احمد حسن كان رائع وفي وقت حسسك ان خلاص انت قد تكون انت مش في افضل حالاتك، ولكن 2-2 برضو انت عايز تخرج بالبطوله. وكابتن اشرف شاكر كان ليه تعليق انا فاكره وقتها ان النادي الاهلي بثقافته انا مش هروح اخسر واتوج بالبطوله هناك والبس الميداليات وارفع الكاس وانا خسران. لا مش النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي هيحقق البطولة 2-2 وهو المتسيد، وهو النادي الأهلي محقق نتيجة إيجابية خارج الأرض. وكان دور الهدف بتاع أحمد حسن زي ما أنت اتكلمت، بس أنا عايز أقول لك برغم الرعب اللي احنا شفناه وتحديدا بعد ما تقدموا 2-1 أنا في لقطة حسستني أنا مطمئن البطولة هناخدها بعد جول أحمد حسن، هدف التعادل لفريق القطن الكاميروني. اللاعب طبعا قطع الشبكة لكن بدل ما يروح ياخد الكرة ويروح للسنتر ويلعب على انه يجيب الثاني والثالث لان 1-1 مش هتنفعه 2-1 مش هتنفعه، لقينا اللاعب بيحتفل مع الجماهير بشكل يديني احاء ان اللاعب ده مش ده مش عقلية البطوله. هو كان بالظبط يا احمد، وعلى فكره كانت دي دوافعها، هو كان سعيد باللقطه بالتسجيل في النادي الاهلي بعظمته وقدره. طموحاتك مش البطوله، البطوله هدف اللي هو عارف هدف فلافيو جاء مخرجنا عماره. نشوف الهدف وعبقريه فلافيو في توجيه اللعبه، وفعلا يستحق ان احنا نرجع له حتى جوزيه طبعا. صعب جدا كان صعب جدا. لا هدف هدف بالمقاييس الفنيه. انا كنت في المدرج في الماتش ده قلت هنكسب 5 لكن مش طبيعي. انا زي ما قلت لك المباراه كان ممكن نسجل فيها اكتر من كده، ولكن فعلا عبقريه فلافيو في توجيه اللعبه كانت غير طبيعيه. اللي انا عايز اتكلم فيه ان جوزيه في المباراه الثانيه عمل حاجة يا أحمد ناس كتير ما بتقفش عندها وما بتفتكرهاش، وهي فكرة الدفع بأحمد فتحي. فاكر أحمد فتحي في الفترة دي كان مصاب، كان مصاب قطع خطر أكيلس وكان مصاب فترة طويلة جدا ورجع. أنا لقيت جوزيه بينزل اللاعب في الوقت ده أجواء صعبة، ولكن ثقته في قدرات أحمد فتحي ومواصفاته الشخصية اللي هو محتاجها، وكمان عقلية جوزيه اللي أنا بالنسبة لي مانويل جوزيه زي ما انت كنت بتتكلم في فيلم وثائقي الفتره دي يا جماعه، البطولات دي بما فيها جوزيه، او انا شايف برضو ان 2013 و2012 لهم علاقه بارث جوزيه مع الاحتفاظ بكل الاحترام لكل المدربين اللي كان لهم اكيد ادوار. كابتن حسام بدري وكابتن محمد أكيد يوسف طبعا اكيد طبعا ويقدم مجهودهم. هو في اساس بالظبط اتوجد مع ارث جوزيه اللي في 2005 حكينا اتعمل ازاي. فطبعا دفع احمد فتحي كانت عندي مفارقه دايما بتستوقفني، انت ازاي في نهائي بتدفع بلاعب غايب كل الفتره دي، ولكن احمد فتحي احمد رجوله. وكانت 2018 بطوله عبقريه، 2008 بطوله عبقريه جدا للنادي الاهلي. غبنا شويه طولت يا احمد لحد ما رجعنا في بطوله 2012 الحقيقه بطولين 12. بس احنا عايزين بس ناخد احنا لنا فيديو اللي هو فيديو بتاع بعد اللقاءات مع اللاعبين وكابتن احمد السيد، نشوف الفيديو لانه هيدينا لمحه خاصه باللاعبين كان وقتها احساسهم بالبطوله اجواءها. نشوف الفيديو. الف مبروك، الف مبروك للاهلي والف مبروك لمصر كلها. المباراه كانت صعبه النهارده؟ المباراه صعبه طبعا، المباراه صعبه طبعا، ويعني الحمد لله عملنا اللي علينا وحققنا البطوله ودي اهم حاجه النهارده. يعني وائل جمعه اصعب لحظات المباراه اللي عدت عليها؟ بداية المباراة طبعا، خاصة لو كان دخل فينا جول بدري كان المباراة بقت صعبة. الحمد لله بقى فوز، الحمد لله فوز كبير وبطولة غالية جدا يعني الأهلي بتدفع حياتي الحمد لله، وبعديها طبعا الجمهور العظيم اللي جانا النهارده الحمد لله. الراس كان صعب النهارده يا أحمد؟ الحمد لله صعب، لكن الحمد لله قدرنا الحمد لله نتقدم وجابوا جولين هم وتعادلنا الحمد لله. شادي محمد كابتن الفريق ألف مبروك الفوز، مباراة صعبة، الكأس كام ده يا شادي؟ الحمد لله مش كام ولا حاجة، الحمد لله يعني ده من أهم الكاسات اللي كنت بتمنى وبحلم ان انا ارجع بيه. الحمد لله انا وفرقتي الحمد لله تعب مجهود اخلاص هو ده النادي الاهلي، وبقول لجماهير النادي الاهلي في كل مصر الف مبروك عليكم. ثقه اللاعبين اللي في تصريحاتهم واتزانهم النفسي بعد البطوله، على فكرة الاتزان النفسي بعد البطولة أصعب حاجة في الدنيا، اللي وانت وقت ما انت متوج وقت ما انت بتحس انك في عظمة احساسك النفسي الداخلي سهل جدا ان تصريحاتك تكون فيها انفلات او فيها تعالي، ولكن
إدراك لاعبي الأهلي لبطولتهم. هنطلع لفيديو تاني بنشوف فيه عمرو أديب كان بيتكلم على البطولة دي وإزاي ابنه أحرجه. نشوف الفيديو. الأهلي هو نموذج لمصر، لو كلنا فكرنا إن إحنا عايزين نعمل حاجة هنعملها. نادي الأهلي ما بيعوز يعمل حاجة بيعملها. والجميل إنه بنلقى حاجة لعيالنا، يعني تجيب الواد تقول له شفت إحنا، قال لي يا دادي ما إحنا خدنا بطولة أفريقيا، قلت له لا وكمان دي بطولة الأندية. وعلى فكرة رايحين بطولة العالم الأندية. قال لي يا دادي وكأس العالم، قلت له كأس العالم كمان إن شاء الله حروه. الواد كده قلبه رافع. يزهو طبعًا. وأبوه ما بيقولوش أي حاجة عدلة. إنما النهاردة رحت واخد جنبه وكان نفسي. وقال لي بقى سألني سؤال محرج، قال لي يا دادي هو ده النادي اللي انت بتشجعه؟ قلب المواجع في ثانية. قلت له لا يا حبيبي ده النادي الأهلي. نادي الأهلي، نادي القرن. القرن بقى التاني ده نبقى نتكلم فيه. واضح ان ابن استاذ عمرو اديب كان بيقصف جبهات قبل اختراع المصطلح، يعني قال له هو ده النادي اللي انت بتشجعه. هننتقل لفتره قلنا ما كانش فيها غاب عننا اللقب، ثلاث سنوات لحد 2012 يعني. بس انا مش عايز اعدي الثلاث سنوات دول يا فارس، لان تحديدا البطوله دي كانت نهائي 2012 كانت مع فريق الترجي. والحقيقه لو عدينا على الثلاث سنوات هنلاقي ان في الدور قبل النهائي في بطوله 2010 خروج واضح جدا بهدف فاضح جدا، هو إنيرامو لاعب الترجي لعب بايديه هدف غير طبيعي. يعني طبعا الحكم بعد كده لامبتي اثبت عليه تهم رشوه في مباريات اخرى وتم شطبه مدى الحياه، وكان كل مباراه يكون الظلم الفادح ضد النادي الاهلي بعض الحكام بيتعرضوا لثبوت الرشوه عليهم. لكن كانت المباراه دي لو النادي الاهلي كان واقف عندها وبدا، واحنا في دور قبل نهائي وبدانا نتكلم عن فكره الشماعات اللي نعلق عليها خروجنا من افريقيا، اننا احنا محتاجين خسرنا 1-12 اكيد زي ما قلنا كل بطوله لها مباراه صعبه. ما اعتقد بطوله 2012 هيجي في ذهنك على طول مباراه الملعب المالي، بيتسجل فيك هدف في اخر الوقت هناك في مباراه الذهاب، وبتيجي هنا مباراه العوده وكمان تتاخر بهدف عشان يجي دور الملهم تاجر السعاده محمد ابو تريكه اللي كان درجه حرارته قبل المباراه دي تقريبا بيوم حوالي 39 او 40، كان غير مؤهل للعب المباراه وبالفعل نزل كتغيير او كبديل وقدر يحقق هاتريك من الدقيقه 53 للدقيقه 86. مباراه فتحت الطريق لدخول النادي الاهلي. حابب اقول لك حاجه على تريكه لان دي انا سالت فيها كواليس كابتن محمد ابو تريكه مستر مانويل جوزيه اتكلم معاه، فهتقدر تبقى موجود على دكه البدلاء ولا لا؟ وكابتن محمد ابو تريكه قال لزمايله ان هو قال ان هو هيقدر يبقى موجود لانه هو ما قدرش يقول لمانويل جوزيه لا. في احد اللاعبين قال ان السعال بتاع كابتن محمد ابو تريكه ودرجه دور البرد وكحه خلال المحاضره اللي تواجد فيها ابو تريكه كان صوت مانويل جوزيه نفسه مش مسموع منها. يعني انت متخيل اللاعب كان واصل لحاله تعبان فيها ازاي؟ بالتاكيد. فاكيد برضو بطوله 2012 كان الماستر سين بتاع مباراه الملعب المالي والهاتريك اللي سجله ابو تريكه بعد ما تاخرنا بواحد وكان لازم تسجل ثلاث اهداف، وقدرنا بالفعل ننتقل لمرحله المجموعات، ودي تقريبا كانت اخر مباراه لمستر مانويل جوزيه في البطوله دي عشان يجي يستكمل الكابتن حسام البدري باقي البطوله ونروح لدور المجموعات. وطبعا تواجد نادي الزمالك في طريق النادي الاهلي اللي جماهير النادي الاهلي بتتفائل بتواجد نادي الزمالك، كل بطوله بنواجه فيها نادي الزمالك بنقدر نحقق لقب البطوله. وربما المباراه الوحيده اللي خسرناها في تاريخنا امام نادي الزمالك كانت مباراه السوبر الافريقي وكانت لها ابعادها وظروفها، والحكم اللي كان بيدير المباراه باتريس متابيلا اللي تم بعد كده برضه اثبات التهمه عليه في مباراه اخرى في 2004. النادي الزمالك في المجموعه دي كان بيمر بظروف هي الاصعب في تاريخ نادي الزمالك في دور المجموعات، يمكن من ست مباريات ما قدرش يحقق غير تعادلين فقط لا غير، طلع بنقطتين بالظبط، طلع بنقطتين. والنادي الاهلي قدر يصعد بعد كده للدور قبل النهائي عشان زي ما حضراتكم شايفين ده هدف مهم جدا، وهو هدف بركات اللي بيحافظ بيه بركات على سجله خالي من الهزائم في مباراه القمه امام الزمالك. كان الزمالك متقدم 1-0 والهدف ده غير مسار النادي الاهلي، كان بدل ما يقابل الترجي في الدور قبل النهائي قابلنا سانشاين لاننا تصدرنا البطوله وحافظ على سجل بركات زي ما قلنا امام الزمالك بلا هزيمه. وده مش بركات بس اللي عمله، الكابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله عليه برده كان سجله خالي من الهزائم امام نادي الزمالك، وصعدنا
عشان بعد سانشاين تعادلنا بره 3-3 ورجعنا فوزنا هنا بهدف لجده عشان نلعب المباراه النهائيه. ودي المباراه اللي كان لازم يكون فيها رد داخل الملعب على ايد انرامو اللي خرجتنا من الدور قبل النهائي. انا مش قاسى ايد انرامو وكان لازم نقف عندها، لان انا كنت برغم ان ايد انرامو دي خطا تحكيمي فادح، لكن كنت شايف اننا نقدر واحنا ناقصين واحد اننا نكسب. لكن كان وقتها في عصبيه ونرفزه انتقلت للعيبه، قدرنا نتغلب عليها تماما في 2012 بعد تعادل هنا 1-1، كنا متاخرين 1-0 وقدر السيد حمدي يسجل هدف التعادل عشان نلعب المباراه النهائيه في رادس. وطالما قلنا رادس لنا ذكريات كتيره مع رادس، قدرنا نسجل هدف لجده. ده طبعا هدف السيد حمدي كان في الدقيقه 86. انا كنت معترض جدا على لقطه السيد حمدي، وشوف شخصيه احمد فتحي وهو بيشده، احنا بنتعادل مش ده مش احتفال تعادل، لكن قدر السيد حمدي يلعب وقتها مباراه رائعه هناك في تونس، وكانت مفاجاه جدا ان برقاقات وبوتريكا وعماد متعب الثلاثه كانوا قاعدين دكه في 2012، ولكن كان عندنا اصرار كبير جدا ان فعلا اللعيبه تهدي البطوله الشهداء، وقدرنا نسجل هدف ثم هدف وليد سليمان اللي اشعرنا بالاطمئنان، وكمان ابو تريكه كابتن ابو تريكه ضيع ركله الجزاء في اخر الوقت. بس هي الفرقه ان الناس بيعلق في ذهنها ان كابتن ابو تريكه احتياطي، فكان دوره في البطوله دي، لا كابتن محمد ابو تريكه في البطوله دي احمد هو هداف النادي الاهلي في البطوله بست خمس اهداف ست اهداف ودوره في مباراه الملعب المالي وصناعته الهدف ومحمد ناجد وخمس مباراه نهائيه لكابتن سيد حمدي. انا عايز اقول لك تصريح نبيل معلول طبعا كان عامله لقطه جميله جدا في مباراه الذهاب، جابوا الورد في مدرج الفاضي مدرج الشهداء، كانت حاجه محترمه جدا من نبيل معلول. والاهم بقى لما يكون مدير فني بيعترف بفكره لا اتجه لتحكيم ولا اتجه لاخطاء ولا اتجه لحاجه، قال لك الترجي ما جاش الملعب النهارده. كابتن نبيل معلول في رادس قال لك الترجي ما جاش الملعب النهارده، مبروك للنادي الاهلي. وعايزين نقول ان الكابتن حسام غالي عمل مباراه العمر، ودي بالفعل ايقونه الكابتن حسام غالي مع النادي الاهلي، لدرجه ان طارق دياب نجم التونس السابق قال له انت افضل خط وسط في افريقيا حاليا. يمكن نبيل معلول قبل المباراه كان بيسال عن حسام غالي مستواه اخباره ايه، بيحضر التدريبات ولا لا، وحسام غالي او كابتن حسام غالي كان في الموعد وادى مباراه اسطوريه. يمكن في لقاء او يحكى عن كابتن حسام غالي دخل اوضه اللبس، يا رجاله البطوله دي لازم هنموت عليها، دي بطوله الشهداء ودي الواحد بنتكلم فيها، وبكى وما كملش كلام. كابتن ابو تريكه قال لك نزلنا الملعب مش عايزين غير ان نحقق البطوله، وبعد الجول الثاني ابو تريكه نزل لفارس، فابو تريكه عينيه مرغرغه شوف حسام غالي، قال له ما خلاص يا ابني جبنا الثاني خلاص والبطوله خلصت، ودي كانت بطوله الشهداء وتنقلنا لبطوله 2013 بطوله اخرى بظروف اخرى وبرضه فيها ملابسات اخرى. وزي ما بنتكلم في الملابسات وزي ما احنا بنتكلم في الحاجات اللي كان في مسانده منها والحاجات اللي كانت مؤلمه لينا حتى خلال البطوله، زي ما كابتن حسام البدري كان ليه دور رائع في بطوله 2012 في مباراه دور ال 16 قدام البنزرتي. كابتن حسام بعد التعادل في تونس 0-0 فجاه بيرحل على الفريق، حتى لو بيتم في اراء مختلفه في الموضوع ده ان كان في معرفه برحيله، ولكن اداره النادي الاهلي في الوقت ده طلبته بالبقاء، وهو ما لم يفعله كابتن حسام البدري. ولكن النادي الاهلي بيجي كابتن محمد يوسف احد ابنائه المخلصين وبيتولى المهمه، وطبعا بنصعد وبنكسب البنزرتي هنا وبنروح المجموعات وبنروح بقى دور المجموعات شويه في دور المجموعات. دور المجموعات هنا كان كنا بنلعب المباريات في الجونه الخاصه بينا، كان معانا الزمالك ومعانا اليوبار ومعانا اورلاندو. للاسف يا احمد انت بتتكلم في هزيمه من اورلاندو على ملعبك 3-0 وده جدا اثرت عليك جدا وكادت ان تفقدك البطوله. على ملعبك بتخسر 3-0 في اجواء كل الفنيين في الوقت ده يا جماعه احنا بنرجع للحظات صعبه جدا، البطولات دي كانت مراحل معاناه ما كانتش حاجه سهله ابدا. كان الفنيين بيتكلموا ان الفرق الافريقيه استفادت اكتر بكتير جدا من ملعب الجونه اكتر من الفريق المصري، درجه الحراره وتعودهم على الملاعب الغير ممهده، وكان النادي الاهلي بيعاني حصد في نقطه اول مرتين نقطه الزمالك فقط نقطه الزمالك فقط اول ثلاث مباريات في الدور لا الدور المباراه الثالثه في المباراه الثالثه دي كانت الثانيه هي دي المباراه الثانيه لكن المباراه الثالثه وهي دي كانت صعوبه المباراه الثالثه مباراه ليوبار مباراه صعبه جدا. تعادلت اول مباراه انهزمت مباراه على ملعبك 3-0 يمكن كابتن اورلاندو راح لابو تريكه وقال له المره دي انتوا بره، فابو تريكه قال له نتقابل في النهائي ودي كانت ثقه غريبه جدا. حسام عاشور وهو بيحكي بيقول لك هو ابو تريكه بيقول ايه احنا مغلوبين 3 إن المشكله مش في كده، انا حاسس النهائي اصلا ليوبار راح النهائي عشان يبقى الوعد ده اورلاندو راح النهائي. ف
فروحنا نلعب ليوبار وبالفعل بتحدث برضو. كانت دي مباراة عنق زجاجة بالفعل في البطولة دي، لكن اسيست من تريكا لوليد سليمان بيجيب هدف بسميه هدف انتحاري. حارس المرمى دخل في كابتن وليد سليمان تقريبا خلاه ضرب شقلبزين في الهواء وقع على ظهره، كان هدف انتحاري، لكن كان في دور رائع جدا لشريف اكرامي او كابتن شريف اكرامي بالتصدي لركله جزاء كانت ممكن تطيح بالنادي الاهلي خارج البطوله. زي ما حضراتكم شايفين دي ركله جزاء والنتيجه 1-0 بعد تقدم الاهلي وليد سليمان، لكن طبعا كابتن شريف اكرامي بيحافظ على امال النادي الاهلي عشان نطلع من البطوله دي او من مباراه عنق الزجاجه دي فايزين 3-0 ونعيد تاني النادي الاهلي لفكره زي ما شايفين تصدي رائع 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 في مباراه صعبه جدا في ظروف صعبه جدا قدرنا نحقق الفوز. لكن هو كان الأكثر معاناة في البطولة دي برضو الزمالك، لأن أنت 2005 نصف النهائي الزمالك، 2008 برضو الزمالك، 2012 2013 ويخرج حد بعد كل ده يقول لك إحنا أصل كنا عايزين الأهلي في مجموعتنا. بس هم قالوا حاجة مهمة جدا، كانوا دايما يقول لك على مدار التاريخ مجموعات النادي الأهلي دايما بتكون الأسهل، فما اعرفش يعني طب على مدار التاريخ الاسهل اهو فعلا بالظبط. فاحنا بنتكلم طبعا دور كابتن كمان محمد ابو تريكه في البطوله دي لازم نوثقه، هو سجل في الزمالك في المباراتين وكمان ابى انه قدام اورلاندو بيسجل في الذهاب وبيسجل في العوده، والغريب ان دي كانت السنه اللي اعتزل فيها كابتن محمد ابو تريكه، خرج من الباب الكبير وباب كبير ده احسن لاعب في افريقيا داخل افريقيا في 2013 طبعا حاجه على طريقه اساطير النادي الاهلي. كانوا بيطالبوه بالاعتزال في 2008، لكن عايز اقول حاجه بالنسبه لشهر نوفمبر، لان شهر نوفمبر زي ما الكوره يعني فتحت لنا تاريخها اعتقد في بعض الاوقات بتدينا الكوره ظهرها، وده حصل سنه 1984 وقع على السريع كده ان الاهلي كان ممكن في 84 في شهر نوفمبر يحقق بطوله ابطال الكؤوس، لكن انسحب اهلي طرابلس قدام النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي بعد كده في شهر ديسمبر مع كانون ياوندي. اعتقد لو اتحاد الكره الافريقي زي ما البعض كانوا بيشير ان هو بيجامل النادي الاهلي اعتقد كان المفروض ناخد البطوله دي بعد انسحاب الفريق المنافس ليك في النهائي. بما اننا يا احمد وثقنا للخمس بطولات فلازم خلال التوثيق ده نذكر الاكثر لاعبين تسجيلا للاهداف في الخمس بطولات. كان كابتن محمد ابو تريكه 54 هدف، ده المشاركه كابتن محمد ابو تريكه الاكثر مشاركه 54 هدف بالتساوي مع كابتن حسام عاشور 54 مباراه، كابتن وائل جمعه 49 مباراه، كابتن محمد بركات 41 مباراه، وكابتن عماد متعب 40 مباراه. وعلى المقابل هداف الخمس بطولات محمد ابو تريكه 25 هدف، عماد متعب 18 هدف ده في الخمس بطولات بس، محمد بركات 11 هدف، امادو فيلافيو 8 اهداف، اسامه حسني 6 اهداف. واعتقد دي تكون ختام الفقره التاريخيه. اعتقد عشان